أريد أن أقول أن التيار الصدري ليس له أي نوايا ثأرية مع أي أحد. أعتقد أن الثأر الوحيد الذي للتيار الصدري هو مع الفاسدين، مع الذين يريدون الشر بهذا البلد، الذين يريدون أن يذهبوا إلى بالبلد إلى مهاوي لا يعلم عقباها إلا الله تعالى. أعتقد أن التيار الصدري لديه مشروع، وهذا المشروع هو أن يتوجه بالبلاد إلى بر الأمان، وأن ينقذ ما يستطيع إنقاذه من المشاكل التي دخلت بها، المشاكل العميقة التي دخلت بها العملية السياسية منذ 2003 وإلى الآن. وبالتالي أعتقد أن للتيار الصدري الحق المشروع، باعتبار أن لديه قاعدة مهمة، ولديه أيضا القدرة على أن يكون متجدد، وأن ينتج الأفكار، وأن ينتج الرؤى، وأن ينتج السياسات التي تخدم البلد. هو أنتج كثيرا من الرؤى والسياسات، وهو التيار الذي دائما ما يحاول التصحيح في مسار العملية السياسية، طيب بالرغم يا أنه ليس سيد من أحمد، آباء هذه العملية السياسية. يا أستاذ أحمد، هسه أمنيتك أن يكون التيار متجدد، أو تعتقد أن التيار أصبح متجددا؟ هذا يدعوني أن أسألكم، أين جديدكم؟ المشاكل التي كانت في العملية السياسية والتي تحاولون أن تصلحوها أنتم إذا ما وصلتم للسلطة، أنتم كنتم جزءا من هذه المشكلة، وكنتم جزءا من الحل، ولم تكونوا جزءا من المشكلة، ولم تكونوا جزءا من الحل. نعم. شوف أستاذ نجم، نعرف جيدا أن أهم المشاكل التي عانى منها البلد هو مشكلة التأسيس بعد 2003، التأسيس، الدستور، البناء، اللبنة الأولى للحكومة. أعتقد أن التيار الصدري لم يكن جزءاً منها، بل عانى التيار الصدري من ملاحقة بعض رموز العملية السياسية في تلك الفترة. وبالتالي أعتقد أن التيار الصدري لا يتحمل العبء الأكبر من ثقل هذه العملية وأخطائها، وهو خطأ التأسيس وخطأ البناء الذي بني عليه ما بني. وتعرفون أن الذي يبنى على خطأ أكيد هو خطأ، والبناء حينما يبدأ بأساس معوج يكون احتمالية اعوجاج ما بعده أكثر. وبالتالي أعتقد أن هذا العبء الأهم لم يتحمله التيار الصدري، هذا واحد. اثنين، أن نكون جزء من السلطة، يجب أن نقسم السلطة ونقسم المسؤولية. التيار الصدري لم يتسنى منصب رئيس الوزراء الذي هو أولا المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، وثانيا القائد العام للقوات المسلحة. وأعتقد أن أهم عبء عانى منه البلد هو العبء الأمني، وبالتالي لا يتحمل ولا 1% التيار الصدري من المشاكل الأمنية التي كل المشاكل تترتب على هذا. تعرف أن أستاذ أحمد، قبل أن أنتقل للسيد أبو ميثاق الإنساري، أصبح هنالك قانون وأصبح اقتصاد